أهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم. نبدأ بالعناوين. الجيش الحر يسيطر على آخر معابر النظام على الحدود مع تركيا ويحرر حواجز استراتيجية في درعا. موسكو تتحدث عن خلو سوريا من مخزونها الكيماوي، وتقرير أممي يحذر من تفاقم أزمة اللاجئين. صحيفة النهار تكشف عن قناعة غربية بأن نظام الأسد يزرع بنفسه بذور تفككه وانهياره. تدور اشتباكات على مداخل مخيم اليرموك بدمشق، فيما وصلت فصائل المعارضة إلى أطراف درعا قرب الأفرع الأمنية وأبرزها الاستخبارات الجوية. وكان الثوار حققوا تقدما على محور ريف اللاذقية بعدما استولوا على معبر كسب، وهو آخر معابر النظام على الحدود مع تركيا، بالتزامن مع قصف عشوائي طاول ريف دمشق وحلب وحمص وحماة، مما رفع حصيلة قتلى اليوم إلى أكثر من 50. هذا ونظمت المعارضة تظاهرات جديدة بعد صلاة الجمعة حملت شعار جمعة إسقاط رئيس الائتلاف. في عملية خاطفة سيطر الجيش الحر على معبر كسب في ريف اللاذقية وحرر المباني المحيطة به، وأفاد ناشطون بأن الثوار فاجأوا كتائب الأسد المرابطة على المعبر وشنوا هجوما مباغتا. وتكمن أهمية هذا المعبر كونه آخر معابر النظام على الحدود مع تركيا. الله أكبر، تحرير حاجة. إلى درعا أحرز الثوار تقدما ميدانيا مهما أيضا بعدما حرروا حواجز الصوامع وقصاد ومحطة غرز الاستراتيجية، واستولوا على دبابات وآليات عسكرية وذخيرة وسط قصف على النعيم وعدوان وإنخل وأحياء طريق السد ونوى، فيما دارت مواجهة على جبهة عثمان. وفيما لم تهدأ المعارك في جبال القلمون، دكت كتائب الأسد منذ الصباح الباكر معظم الريف الدمشقي وتحديدا دوما وقدسية والزبداني وداريا. القصف امتد إلى أحياء العسالي والتضامن وجوبر ومخيم اليرموك في العاصمة دمشق، وسجلت معارك على طريق المتحلق الجنوبي. الله أكبر والعزة لله. وفي حمص استهدفت قوات النظام الرستن والحولة والتلبيسة، وسجلت مواجهات عنيفة في حي الوعر، وتصدى الثوار للطيران الأسدي. عشرات القتلى والجرحى سقطوا في مورك وكفرزيتا واللطامن في حماة إثر قصف بالبراميل المتفجرة. القصف تجدد على الأحياء المحررة في دير الزور، وتواصلت المواجهات بين الجيش الحر وكتائب الأسد في محيط المطار العسكري. الله أكبر. فواصل الطيران المروحي قصفه بالبراميل المتفجرة على أحياء مساكن هنانو والسكري ودوار البريج والمدينة الصناعية، وتجددت المواجهات في أحياء الليرمون والشيخ نجار. هذه الأوضاع الميدانية تزامنت مع تظاهرات حاشدة شارك فيها السوريون تلبية لدعوة المعارضة، وحملت شعارا هذا الأسبوع جمعة إسقاط رئيس الائتلاف. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف أبو عبد القادر الإدلبي، قائد كتيبة أبناء عائشة. أستاذ عبد القادر، ما هي أجواء عندكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي. نعم، أسألك عن الأجواء الميدانية لديكم. نعم أختي، بما يخص مدينة اللي بريتها أختي، قامت كتائب المجاهدة وكتائب الجيش الحر قبل عدة أيام مع جبهة النصرة لتحرير عدة حواجز في محيط مدينة إدلب. كان منها حاجز الرام، حاجز الكونفروا، تم قتل عدة من كتائب الأسد وشبيحته. انتقلت المعارك إلى المقصومة، تم تحرير مدينة المقصومة بالكامل والسيطرة على حواجزها وقتل من فيهم وتم الانسحاب الحمد لله. ثم انتقلت المعارك الى الطريق الواصل الى وادي الضيف، اكبر المعاقل للنظام هو وادي الضيف. تم البدء المعركه من مورد، الاخوه في مورد في حماه، ثم انتقلت الى خان شيخون، تم تحرير عده حواجز من الحاجز الكمين، اكبر الحواجز الموجوده في خان شيخون، في الطريق الى تحرير وادي الضيف قريبا ان شاء الله، ومن ثم الانتقال الى المدينه التي لم يبقى الا حاجز القرميد والمدينه باذن الله قريبا. اما بما يخص مدينه اللاذقية، طبعا تم تحرير عده حواجز من حاجز بركات وحاجز النصوم كما ذكرت، ثم الانتقال. قامت جبهه النصره بالتوجه من مدينه ادلب الى اخوتها في اللاذقية لمؤازره المجاهدين هناك. تم تحرير الحمد لله رب العالمين اليوم لعمليه استشهاديه، بدات العمليه صباحا. تم تحرير
معبر كسب اخر معقل النظام بالنسبه للمعابر على الحدود، وتم السيطره على مخفر الصخره، مخفر كسب، مخفر جبل الاقرع، نبع المر، مخفر السمره والقريه بالكامل. الحمد لله رب العالمين، تخلى عنا الجميع، تخلى عنا المجتمع الدولي، تخلت عنا كل الناس، لكننا على الارض نملك الصبر، نملك العزيمه، نملك العزيمه، نقاتل الى اخر طلقه رصاص. من لا يريد ان يساعد هذه الكتائب المجاهده على ارض الشام هذا عضو فليتحمل مسؤوليته امام الله عز وجل. نعم. لكن نحن خرجنا وسنصبر حتى تخريب هذه البلد من هذه من هذا الطاغيه الظالم الذي الان ترون افعاله على اعلامكم في الشاشات. نعم. الحمد لله رب العالمين، في الايام الاخيره فتوحات كثيره في درعا، في ادلب، في ريف اللاذقية، في اليوم الحمد لله رب العالمين. نعم. القرى هاجرت الان، قرى علوي هاجرت قراها، سنتوجه قريبا باذن الله وتسمعون الاخبار الطيبه. قامت جبهه النصره واحرار الشام قبل ايام ببث مدينه اللاذقية. نعم. ابو عبد القادر الادلبي قائد كتيبه ابناء عائشه، اود ان اشكرك على هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. أكدت الخارجية الروسية تخفيض سوريا لقدرتها العسكرية الكيماوية إلى الصفر بعد تخلصها من كل مخزونها من غاز الخردل، فيما حذر تقرير للمفوضية العليا للاجئين من أن الحرب السورية فاقمت أزمة اللجوء الدولية. سوريا خفضت قدرتها العسكرية الكيميائية إلى الصفر، أي أصبحت شبه خالية من الأسلحة الكيماوية بعد أن تخلصت من كل مخزونها من غاز الخردل. هذا الادعاء جاء على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الذي أوضح أنه تم إخراج هذا الغاز من سوريا، بينما تم تدمير ما كانت تملكه دمشق من وسائل إنتاج لهذه الأسلحة. في هذا السياق تبدو روسيا واثقة من أن سوريا ستتخلص من عناصر السلاح الكيماوي والطاقات الإنتاجية الكيماوية بشكل كامل في موعد محدد قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري. من جهة أخرى، دعا 9 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى سياسة أمريكية تهدف إلى تغيير موازين القوى على الأرض في سوريا، تمهيدا لتطبيق اتفاق جنيف وفرض وقائع جديدة تقنع بشار الأسد من أنه لا يمكنه البقاء. وحملت الرسالة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما روسيا وإيران مسؤولية الجمود الحالي في سوريا، لافتة إلى أن سبب إرادة الأسد للقتال حتى آخر سوري هو الدعم المقدم منهما والتدخل المباشر من حزب الله. إلى ذلك، كشفت المفوضية العليا للاجئين في تقرير جديد عن زيادة عدد طالبي اللجوء في الدول الصناعية بمعدل 28% عام 2013 وبشكل أساس بسبب الأزمة السورية. وقال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين أنطونيو غواتيريس إن هذه الأرقام تثبت بوضوح تأثير الأزمة السورية على دول ومناطق في العالم بعيدة عن الشرق الأوسط، مشددا على أن هذا الأمر يظهر ضرورة حصول اللاجئين والدول المضيفة على دعم مناسب وصلب. تتابعون في نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل. أحمد الحريري لحزب الله من يحتفل بالنصر المزعوم في يبرود يقدم الخدمات المجانية للعدو الإسرائيلي. أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن من يغلب مصلحة الأسد لا يتهم الآخرين بتغليب المصلحة الخاصة، ومن يحتفل بالنصر المزعوم في يبرود يقدم الخدمات المجانية للعدو الإسرائيلي. ما قاله نواب حزب الله في جلسات الثقة وتحديدا النائب محمد رعد لم يكن إلا ذرا للرماد في العيون، لم يعد ينطلي على اللبنانيين. الكلام للأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري خلال لقائه في بيت الوسط وفدا من لاعبات نادي العربي طرابلس للسيدات زاره لإهدائه الفوز بكأس الدورة العربية الثانية للسيدات والتي أقيمت في الأردن في حضور منسق قطاع الرياضة في تيار المستقبل حسام زبيبو. الحريري أكد أن من يغلب مصلحة نظام الأسد على مصلحة لبنان هو آخر ما يحق له اتهام الآخرين بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة الوطنية، ومن يحتفل بالنصر المزعوم في يبرود والقصير كما لو أنهما تل أبيب أو كريات شمونة هو من يقدم الخدمات المجانية للعدو الإسرائيلي. ومن يصف 7 أيار باليوم المجيد هو من يتنكر للمقاومة وتاريخها، وهو من يشبع المقاومة موتا لا حياة.
وإذ أكد الحريري أنه يشترك مع النائب رعد في النظرة إلى قاطعي الرؤوس في سوريا، سأل هل تناسى رعد أنه سبق وهدد اللبنانيين بقطع الأيدي كما لو أنه يدين نفسه بنفسه، ويؤكد أنه وقاطعي الرؤوس في سوريا وجهان لعملة تطرف واحدة. وشدد الحريري على أن أهالي طرابلس أهل اعتدال وعدل، مشيرا إلى أن طرابلس تعاقب بسبب احتضانها لقضية رئيس الشهيد رفيق الحريري ولتياره السياسي من قبل زمرة المخابرات السورية التي تريد أن يبقى قرار طرابلس بيد المجرم بشار الأسد. كما استنكر الحريري بشدة القصف الذي تعرضت له عكار من قبل كتائب الأسد والحصار الذي تعرضت له بلدة عرسال في الأيام الماضية، مهنئا أهلها بعودة الدولة إليهم وبانتصارهم لمنطق الدولة لا لمنطق شريعة الغاب. هنأ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السوريين بمناسبة عيد النوروز، وخص بالذكر أبناء سوريا من الكرد الذين منعهم نظام الأسد منذ انتزاعه للسلطة من الاحتفال بهذه المناسبة. وقال الائتلاف إن النظام مارس كل أصناف القمع والتنكيل ضد كل من أراد ممارسة حقه في الاحتفال بأي مناسبة ترمز للحرية ورفع الظلم. أضاف في بيانه أن السوريين يتطلعون للتخلص من نظام القمع كي يتمكنوا من بناء سوريا بسواعدهم من جديد، فتصبح بلدا حرا يفخر بتنوعه وغناه وإرثه الحضاري المتجذر في التاريخ، وينعم أبناؤه بالحرية والعدالة والمساواة في ظل دولة ديمقراطية مدنية. طرحت مؤسسة تابعة للنظام السوري طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة عيد الأم، وأشارت وكالة سانا إلى أن الطابع الجديد بقيمة 100 ليرة سورية وسيوضع قيد التداول اعتبارا من اليوم، علما أن النظام السوري نفسه مسؤول عن مقتل 13,000 امرأة إضافة إلى اعتقال أكثر من 4,500 امرأة عدا عن اللواتي جعلهن أرامل أو ثكالة. الوثائق التي نشرت بشأن ارتكاب النظام السوري لجرائم ضد الإنسانية حضرت بقوة في ندوة عقدت في البرلمان السويدي في ستوكهولم لمناسبة دخول الثورة عامها الرابع. وفي الندوة التي رعاها حزب الخضر وجمعية النشطاء السوريين، أكد رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري المعارض هيثم المالح ضرورة القيام بالمبادرات الضرورية لمحاكمة الأسد، فيما أبدى بيير جونسون الباحث في معهد العلاقات الدولية السويدي تشاؤمه حيال مستقبل سوريا في ظل مقتل 146 ألف شخص خلال هذه الأزمة. انتقاد سعودي لعجز المجتمع الدولي عن وقف حمام الدم في سوريا، وقناعة غربية بأن نظام الأسد يزرع بنفسه بذور تفككه وانهياره. هذا أبرز ما جاء في صحف اليوم في إطار مواكبتها لتطورات الملف السوري. أشارت صحيفة عقاظ السعودية في افتتاحيتها إلى أنه مع مضي 3 أعوام على حمامات الدم السوري على يد قوات النظام، لا يزال العالم متفرجا ليتبين أن نظام الأسد ماض في حله الأمني الفاشل في إسكات مطالبات شعبه. وتلفت الصحيفة إلى أن أكثر من 65% من اللاجئين السوريين في دول الجوار باتوا يعتقدون أن العودة إلى الوطن مستحيلة، في الوقت الذي تتواصل عمليات التهجير واستمرار النزيف وخدمت متسائلة: السوريون يستغيثون بكل العالم، فهل من سبيل؟ أفاد مسؤول غربي لصحيفة النهار إلى أنه نتيجة مشاوراته مع المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين المعنيين بملف الأزمة السورية، تبين أن إدارة الرئيس باراك أوباما تتفق مع الكثير من الدول الغربية والإقليمية على أن نظام الرئيس بشار الأسد يزرع بذاته بذور تفككه وانهياره وسقوطه، حيث أن عملياته العسكرية تدمر الدولة والمجتمع من غير أن تقضي على الثورة الشعبية. ويضيف المصدر أن التصعيد الحربي المتواصل لن يقود النظام إلى النصر، إذ أنه ألحق ويلحق الكوارث بسوريا وشعبها بطريقة لم يعرفها أي بلد عربي آخر، ما سيمنع هذا النظام من أن ينتصر فعلا ويحكم البلاد مجددا. في مقال بصحيفة الحياة رأت راقدة درغام أن الوقائع الإقليمية تتطلب استراتيجيات عربية غير تلك المعهودة، مشيرة إلى أنه إذا كانت السياسة السعودية في وارد الإقرار ببقاء الأسد رئيسا لفترة مقبلة فلتوضح ذلك، وإذا كانت عزيمة على تغيير النظام مهما كان الثمن فلتأتي باستراتيجية مضادة للاستراتيجية الإيرانية عبر تسليح نوعي شاءت واشنطن أو أبت. وتوقع الدرغام أن تتوصل القمة الأمريكية الخليجية إلى التفاهم على ضرورة دعم مصر سويا والاقتناع بالحاجة إلى الصبر سوريا،
إنما من المهم بحسب الكاتبة ألا يكلف الشعب السوري عبر المعارضة المعتدلة شن الحرب على قوى الإرهاب إرضاء للأولوية الأمريكية. وفي النشرة تتابعون أيضا مخيمات اللجوء في البقاع تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية. من جديد نحييكم. يعاني اللاجئون السوريون في البقاع ظروفا قاسية جدا سواء في الصيف أو الشتاء، حيث تفتقر مخيماتهم إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية. هنا تتلخص مأساة الأطفال السوريين اللاجئين. إلى وادي سهل البقاع لجأت مئات العائلات السورية الهاربة من خلف تلك التلال. ما يؤويها هنا هذه الخيم التي تتحول لهيبا على ساكنيها في الصيف وبردا قارسا في الشتاء، وكل ذلك ينصب على هؤلاء الأطفال الذين على الرغم من قسوة الظروف الابتسامة لا تفارق وجوههم الصغيرة. في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية، يواجه نصار الطفل ذو الأعوام الأربعة نقصا حادا في الغذاء انعكس بانخفاض عال في وزن جسمه. لا يوجد فرص عمل كثيرة، لا يوجد مردود مادي كافي لأن يأخذ الطفل حقه في التغذية السليمة. المتوفر في المنزل يحصل عليه من خبز من خضروات، لكن كغذاء صحي حليب قمح بيض لحم قليل. بنتيجة ظهور مئات الحالات التي تشبه نصار، عمدت الأمم المتحدة عبر برنامجها الصحي إلى إقامة خيمة صغيرة اصطف أمامها الأطفال مع أمهاتهم للحصول على العلاج اللازم. فقامت فرقنا الطبية تدخلت على الأرض وأحصاءنا، عملنا أحصاءات كتير قوية وعالجنا بعض الحالات اللي هي بتعمل سوء تغذية. أملنا الغذاء، أملنا الاستشفاء، أملنا الأكل اللازم للأطفال وعم نعالج هلأ. الوضع الكارثي هذا يندرج معه الوضع الاقتصادي المتردي، أحد أسباب تراجع التغذية عند الأطفال السوريين. الأهالي عم بيلاقوا صعوبة بالعمل للسوريين، مثل ما الأهالي اللبنانية عم بيلاقوا في صعوبة، فكل الوضع الاقتصادي والمواضيع الفرص العمل عم تنقص، بخاصة هيك وضع إقليمي، كمان ببطل في استثمار بالاقتصاد لنلاقي أكثر فرص عمل، فبالتالي هيدا كله عم بيأثر على الطفل، يعني الموضوع هو سياسي اقتصادي دولي، لكن الأهم واحد عم يقدر يعني عم يتحمل هو الطفل. تجهد المنظمات الدولية والمحلية التي تعمل في الحقل الإغاثي إلى مساعدة أكبر شريحة من السوريين، إلا أنه مع استمرار المعارك ومعها تدفق اللاجئين لن يزيد من المهمة المستحيلة إلا صعوبات أكبر. منحت السلطات الأردنية الأمل للأطفال السوريين اللاجئين الذين يعيشون في المناطق الحضرية في الأردن، وساهمت في تمكينهم من مواصلة تعليمهم والتطلع للمستقبل. تعمل السلطات الأردنية على تزويد الأطفال اللاجئين السوريين فرصا للذهاب إلى المدرسة في المناطق التي تتركز فيها الأسر السورية. تعمل المدارس الأردنية بنظام الفترتين لاستيعاب الأعداد الهائلة من الأطفال السوريين الذين يحتاجون إلى مواصلة تعليمهم، وتدعم اليونيسف تقديم التعليم لأكثر من 31 طفلا سوريا في المجتمعات المضيفة، في حين أن هناك حوالي 100,000 طفل سوري بحاجة إلى الالتحاق إلى المدرسة. درست إنجليزي، وطنية، جغرافيا، دين، رياضيات، تاريخ، عربي. ما زال العديد من الأطفال السوريين يبحثون عن طريقة للدخول إلى نظام التعليم المزدحم للغاية، وهناك أطفال أكثر وأكثر يصلون كل يوم، ولكن توفير الأماكن والمعلمين والكتب والمرافق هي أمور مكلفة للغاية. أنه عدد الطلاب كبيرة بالصف، يعني في صفوف عم بتوصل تقريبا 56 طالب، وهذا بالنسبه لنا بس مدرس اللغه الانجليزيه هو اللي بفوت على الصف غيرنا، فهذا برضه تعب على المعلم. يعني الوزاره يعني والحكومه لا تمتلك الكثير من الامكانات بحيث تستطيع انه تغطي التكاليف او الاثار الناجمه عن يعني قبول الطلاب السوريين في مدارس وزارة التربية والتعليم. البرنامج الذي تعمل السلطات الأردنية على تنفيذه ساهم في تخطي بعض الصعوبات والتحديات التي واجهها الطلبة السوريون، وأتاح المجال لاستكمال دراستهم في التخصصات التي يرغبون بها في المستقبل.
في آخر خبر ورد قبل قليل، أعلنت شبكة شام تدمير دبابة واغتنام أخرى من قوات النظام في بلدة مورك بريف حما، فيما ألقى الطيران المروحي البراميل المتفجرة على حي بعدين بمدينة حلب وعلى منطقة مزارع القصور ومحيطها بريف دمشق الغربي. ختاما نذكر بالعناوين: الجيش الحر يسيطر على آخر معابر النظام على الحدود مع تركيا ويحرر حواجز استراتيجية في درعا. موسكو تتحدث عن خلو سوريا من مخزونها الكيماوي، وتقرير أممي يحذر من تفاقم أزمة اللاجئين. صحيفة النهار تكشف عن قناعة غربية بأن نظام الأسد يزرع بنفسه بذور تفككه وانهياره. في الختام شكرا لكم، إلى اللقاء.